جمعة مباركة عليكم وإن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. أنا كل ما أحضر وصفة الشيش برك بحضر صحن مانتي بيكون كتير زاكي. أكلة المانتي هاي أكلة تركية، جربوها وأعطوني رأيكم بالكومنتات إذا عجبتكم. أول إشي العجينة بتكون عبارة عن طحين وملح وزيت ومي، المي مننزلها بالتدريج لحتى إنه تمتزج معنا العجينة وتعطينا القوام الصح، بتركها ترتاح نص ساعة. بالنسبة لحشوة اللحمة، شوية سمنة بلدية مع بصل، وبنحط عليها اللحمة، بحط عليها ملح وفلفل أسود وشوية بهارات مشكلة، وبستنى لحتى تنشف اللحمة. لحد هون نفس طريقة الشيش برك، يعني ما بتفرق عنها أبدا. بس تنشف عنا المي على اللحمة ببلش أشكل المانتي. طبعا هي طريقة تشكيلها غير عن الشيش برك، بس بالآخر كله نفس الطعمة. أنا شكلتها كلها نفس الشيش برك. نفرد العجين ومنجيب عليها فنجان، منقطع دوائر صغيرة، وبس عنا تطلع هاي الدوائر بناخدها على جنب وبنحشيها على شكل هلال وبنسكرها من الأطراف. بتقدروا تشكلوها بأي طريقة انتو بتحبوها أو انتو متعودين عليها. ما ننسى يا صبايا بيوم الجمعة نكتر من الصلاة على رسول الله، وكمان ما ننسى نقرأ سورة الكهف. سورة الكهف نور بين الجمعتين. وما ننسى كمان الدعاء، الدعاء مستجاب في يوم الجمعة. إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم جميع الأعمال الصالحة. هلأ بحط ورقة زبدة، بحط عليها قطع العجين مع اللحمة وبحطها بالفرن لحتى عندي تتشوى وتنشف 100%. بطنجرة بجيب شوية زيت زيتون مع شوية زبدة، وبكون هارسة بندورة، بصل، ثوم، بحط معجون بندورة، بنزل عليها ملح وفلفل أسود وبنخليها لحتى تتسبك. هاي طعمها كتير زاكي، يعني طعمها كتير بيفرق عن الشيش برك. من هاي الخطوات اللي هلأ رح نعملها هون الفرق. هلأ منخليها تتسبك كتير منيح، وبكون مجهزة صحن تاني فيه لبن وتومة وملح وفلفل أسود، ومنحركهم كتير منيح. بالصحن منحط قطع العجين مع اللحمة، بحط فوقيهم الخلطة تبعت البندورة اللي احنا عملناها، وفوقيها خلطة اللبن، وهاي عندي بتكون جاهزة. بتزبط هاي الوصفة كمقبلات، بتزبط كمان كطبق رئيسي. انتوا اللي بتحبوه جربوها واكتبوا لي رأيكم، وما تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك، وشكرا لكم.